النهارده هقولك ليه لازم يكون عندك ماسك الطمي. لو انتي من اصحاب البشرات الدهنيه او المختلطه، عندك افرازات دهنيه كتير، بتعاني من حبوب تحت الجلد ورؤوس سودا، فماسك الطمي من الاضافات المهمه جدا للروتين بتاعك اللي بتعمل على تقليل الافرازات الدهنيه، وبالتالي هتقلل تراكمها تحت الجلد، وبالتالي هتقلل تكون اصلا حبوب اللي تحت الجلد او الرؤوس السودا. من اشهر الانواع هو الاستيك الهندي، هو طمي اخضر 100%، حجمه كبير جدا. من ساعه ما جبته اصلا ما اضطرتش ان انا اشتري من بعده، ولكن انا كنت مجربة قبل كده انواع تانية في الصيدلية زي بتاع لوريال زي بتاع لاينو، وكنت عاملة عنهم فيديو قبل كده على اليوتيوب وكانوا كويسين. طريقة الاستخدام بسيطة جدا بدون افتكاسات، ما بنحطش اي حاجة غير شوية البودرة وعليها مية، بلاش افتكاسات كتير وبلاش خل تفاح علشان ما يعملش اي التهابات لبعض البشرات. بنعمل منه طبقة خفيفة قوي على بشرتنا ونشطفها بعد ربع ساعة او 10 دقايق، مش لازم نستنى لما تنشف قوي ونقعد نفركها ونضرر حاجز البشرة عندنا. نحطه في الروتين بتاعنا بعد ما نغسل وشنا مرة او مرتين في الاسبوع حسب مدى دهنيه بشرتك. عيبه الوحيد بس ان هو موجود اونلاين، قليل قوي لو لقيته في الصيدليه.